الجهه السابقه في تغيير شكل الاغنيه. على أن يكون في مصر رغم كل ما نراه
لرغم الاشياء الساذجه التافهه العظيمه المزهريه، لكن بس باقيه ومستمره، والمصريون هزموا كل السلبيات. يا حبايبي، يا اهل بلدي، يا محترمين، يا مصرين، يا قادرين، يا مؤمنين، احييكم جميعا. انا في رايي ان هذا اللقاء لقاء وطني للمقام الاول، والمركز الكاثوليك المحترم في صداقاته التي اتمتع بها، وحواراتي الايطاليه مع القائمين عليها، باكر يحمل رساله كبيره وعظيمه ومشرقه، وتظل مصر كما كانت قبل سنه 60. كلكم فاكرين كان الحب مليها ازاي. النهارده الحب سيملاها من خلال السلك التي تعتبر رساله عظيمه جدا وعاليه. مين اللي قال لما اشوف هذه الوجوه الطيبه؟ مين اللي قال ان الزمان ملوش امان؟ نعيم عظيم كمان. وانا اتفقت مع الصديق العزيز القائم على رعايه هذا المكان الراغب الساكت، اقول ايه ما يحمله من معاني الارتقاء، الحب، المودة، الصدق. المركز الامريكي، المركز المصري، المركز البروتستانت، المركز المسيحي، المركز المسلم، كلنا مصر، ومصر هي نحن، ونحن نحن مصر. وهو ماذا اقول؟ حلقة لا يعرف اولها. يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس. ومين بلدي السلام عليكم.
أغني للمتنساني